عمر، يا عمر. ها انت واقف هنا من بدري؟ لا اسمع شوية. طيب تعال تعال عشان تاكل، انا حضرت لك الاكل اهو. طب ممكن اشرب بس الاول ميه؟ حاضر هقوم اجيب لك ميه. طيب كل على ما اجيب لك الميه. طيب. ماشي. اتفضل يا عمر، جبت لك الميه. شكرا. يلا كل بقى. سلام يا عمر، كل على ما اجي. ماشي. عملت كل اللي انت قلت لي بالظبط، حطيت رسومي في الاكل والمفروض اهلي بياكلوا. كان يعني ولا لسه؟ المفروض ان هو بياكل. بقول لك ايه، عايزين ننجز الموضوع ده في السريع السريع، عايزين نتجوز بقى. بس انا خايفه قوي علاء، انا خايفه حد يعرف عن وقت 60 ده. ومين اللي هيعرف؟ وهيعرف ازاي؟ انت متاكد ان السم ده لو حد عمل له تحليل او اي حاجه مش هيطلع؟ ولا اي حاجه، ولا هيبان اي حاجه، كله في التمام، ما تقلقيش. طيب ماشي. متاكد ان هو كل؟ اي واحد بياكل جوه. طيب تمام زي الفل. يلا بقى ندخل نقعد عشان ما حدش يحس بحاجه. طيب يلا. تعالى يلا تعالى. ازيك يا عمر؟ انت اكلت من الاكل ده؟ لا انا شفت ماما بتحط حاجه في الاكل، قلت ما بدلت الباب. برافو عليك، هات تليفونك. ازيك يا عمر يا حبيبي، عامل ايه؟ انت مش بتاكل ليه يا عمر؟ كل. ما تجيبي طبق ومعلقه والنبي فاتح. نونا، يا نونا. ايوه. ممكن لو سمحتي طبق ومعلقه؟ حاضر. كل يا عمر حبيب. حاضر. شكرا. شفت احنا هناكل معاك ازاي؟ كل يلا. معلقه كبيره.